موضوع فقرتنا هلأ هو موضوع متقاطع ومهم أنه نكون منتلك فيه معرفة واسعة. رح نحكي عن الاختلاطات الطبية بين القضاء والطب بالإضافة لتعريفها وتدابيرها وكيف نتابعها بالشكل الصحيح. تماماً، ولحتى نعرف عن هالموضوع أكثر خلونا نرحب بالدكتور محمد قربي الاستشاري بالجراحة العامة. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا أهلا وسهلا دكتور إيفانا، دكتور فرح، يسعد مساكم مساء المشاهدين جميعاً. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور بداية خلينا نوضح شو هي وشو الفرق بين الاختلاطات الطبية. هلا الاختلاطات الطبية نحن حتى الحقيقة حتى نبسط الفكرة أو نوضحها للمشاهدين بدنا نعطي تعريفات بسيطة اللي هي إجراءات الطبية بشكل أساسي شو هي. الإجراءات الطبية تقسم نوعين، إجراءات طبية تشخيصية مثل التنظير الهضمي العلوي، التنظير الهضمي السفلي، أخذ الخزعات، تنظير المثانة، تنظير باطن الرحم، هي كلياتها إجراءات الهدف منها تشخيص أمراض محددة، وفي عنا إجراءات علاجية اللي على رأس العمليات الجراحية واللي هي الأكثر شيوعاً، هي عن الإجراءات التداخلية. هلا هي الإجراءات الهدف منها هو تقديم خدمة طبية للمريض بأقل آثار سلبية، وهي الأمور كلياتها مضبوطة بضوابط ضمن كادر معين ضمن إطار معين يجب أن يقوم بها طبيب اختصاصي ذو خبرة ودراية وبمتابعة مستمرة للحالة. طبعا حتى نحن نقول شو معنات اختلاط طبي فينا نضرب مثل واضح للمشاهدين اللي هي الأدوية. معروف أنه نحن بحياتنا اليومية حتى خارج الطب ما في عنا شيء هو إيجابي 100%، كل شيء له سلبية مثل حوادث الطرق، مثل أي إنسان بيعمل أي إجراء بحياته في احتمال يصير انتكاس سلبي خلال الإجراء اللي عم يعمله. الأدوية على سبيل المثال أنتم بتعرفوا، معظم المشاهدين بيعرفوا قديش الآثار السلبية أو السايد إفكتس تبع الكورتيزون اللي هو الدواء الساحر، هو بيعمل بيأثر على العظام، بيأثر على البشرة، بيأثر على نظام الغدي للجسم، لكن بالمقابل بأمراض المناعة الذاتية ببعض الأمراض الجلدية هو دواء ساحر. فأنا بقبل بنسبة محددة من السايد إفكت للدواء مقابل نسبة إيجابية عالية. من هون صار في عنا أطر أو معايير أو جهات ناظمة للإجراءات الطبية لتحدد شو هي الاختلاطات المحتملة للإجراء، تدرسها statistically بشكل إحصائي لنخلص أنه هذا الإجراء الطبي فوائده هي أكثر بكثير من آثار سلبية محتملة لهذا الإجراء. وهي الاختلاطات الطبية هي شغلات نتوقع حدوثها، مذكورة بالتكست بوك، مندرسها لطلابنا، مندرس كيفية تدبيرها ومنعلمهم أنه إذا صارت كيف يتفادوها وكيف ممكن نتفادى حصولها أصلاً. على سبيل المثال معروف كثير أنه نحن أثناء ما عم نعمل توسيع للمري مثلاً بحال وجود انسداد ورمي، أكيد التوسيع هو إجراء راض لكن حيأمن مدخل للطعام للمريض، بس بدي أقبل نسبة اشرحها للمريض ويكون فيها طبيب اختصاصي أنه ممكن يصير عندي نزف، ممكن يصير عندي انثقاب بالمري. هاي الاختلاطات موصوفة ومعروفة. على سبيل المثال استئصال الغدة الدرقية كلكم بتعرفوا انه احنا واحدة من الاختلاطات اللي بنذكرها للمرضى انه ممكن يصير نقص كلس عابر، نقص كلس دائم واصابة للعصب الحنجري الراجع. هذا الشيء وارد باي مركز طبي صحيح مختص يدبر هذا الاجراء لكن بنسبة محدودة. نحن بنقبل اي اجراء طبي لحتى ياخذ FDA approved اللي هي اعلى منظمة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لحتى يعطوا approvement لأي إجراء طبي سواء علاجي جراحي أو دوائي لازم يكون نسبة الفائدة منه أكبر بكتير. يعني بنقبل نسبة اختلاطات مقبولة ما بين 2-4% أو سايد إفكت أو تأثيرات جانبية لأي شيء. كل مرض كل إجراء علاجي فيه له اختلاطات محددة موصوفة يجب عدم الخروج عنها في حال تم تطبيق هذا الإجراء بقبل فريق مختص بمركز مختص وبخبرة جيدة ومتابعة جيدة. أكيد. فهي موضوع الحقيقه اذا كان السؤال انه شو الفرق بينها وبين الخطا الطبي. بدي اسالك في شيء اسمه عندنا دكتور اسمه خطا طبي، طيب شو الفرق بينه وبين الاختلاط؟ الفرق كثير، يعني هي البوردر لاين كثير حديه تماما. نرجع لمثال الادويه، نحن نعرف انه الكورتيزون له اثار سلبيه على تقرحات المعده. هلا لما نحن نوصف دواء الكورتيزون لمرض مناعي جلدي وبيصير عند المريض لنفرض اثار جانبيه بنكون ذاكرين المريض وموضحين له اياها تمام، بس انا لما اوصف كورتيزون لعند مريض عنده قرحه فعاله هون صار خطا طبي صح. لانه هون انا عم عرضه لنسبه نزف فوق 30%، هون تجاوزنا النسبه المقبوله للاختلاط الطبي اللي هي 2-4%. في شغلات مندرسها بالطب انه هي ممنوع اجراءها بالممارسه، مثلا حقن البوتاسيوم عن طريق الوريد هو خطا طبي يرقى لمستوى الجريمه الطبيه حتى. اعطاء الديكلون بالوريد هو خطا طبي. اعطاء ابره الديكلون عند الاطفال دون ال5 سنوات هو خطا طبي. هي إجراءات ممنوع نمارسها وبتصير بسبب عدم كفاءة الفريق الطبي أو عدم درايته أو عدم كفاية معلوماته. هون صرنا بموضوع تاني، صار في عندي هون الخطأ الطبي اللي بيحاسب عليه القانون والطب.
طول ما انه الطبيب ضمن الاختلاطات الموصوفه بالتكست بوك هو بامان ومريضه بامان، بشرط انه يكون طبيب خبير. بدنا نعطي مثل توضيحي ثاني، ممكن يكون سائق بولمان خبير معه شهاده عمومي دي من اعلى مستوى، عم يروح رحله من الشام لطرطوس ويصير معه حادث ونعتبره انه قضاء وقدر، بس بالمقابل انا ممكن اجيب سائق طائره نفاثه خبرته اعلى شهادته اعلى وسلمه الباص لكن احتمال الحادث معه اكبر. صحيح. فهم ما بيعتبره حادث طبيعي، بيعتبر انه صار في خطا لانه هذا مخصص للطائره النفاثه. كذلك الوضع بالنسبه للطب ووصف الادويه كل ماله لازم يصير بضمن الاختصاصات المحددة. صحيح. ما بيصير انه اي طبيب يوصف اي دواء لتخفيف، هو هدف كل الطب وكل السب سبيشاليتي او الاختصاصات الفرعيه هو تحديد نسبه الاختلاطات الطبيه واحد وعدم الوقوع في فخ الخطا الطبي. ممكن يتحول الاختلاط الطبي لخطا قانونيا في حال عدم شرحه للمريض، بمعنى انا وقت اللي بدي اعمل عمليه او بدي اعطي لنفرض دواء معين مثل الكورتيزون وما وضح للمريض انه هذا الدواء هو فعال عندك بينقص لك حالتك بيحقق نسبه شفاء من المرض الجلدي اللي عندك لكن ممكن يسبب لك هشاشه عظميه. ممكن طبعا ببلاد برا بمنهجيه علميه معينه انه الطبيب يتقاضى اذا ما خبر مريضه انه انت هذا الاجراء او هذا العلاج ممكن يسبب لك هذا الاختلاط. هون بنوقع بمطب الخطا الطبي. اذا الفارق منه بيناتهم هو التوعيه وهو كيفيه شرح الاجراء للمريض. ممنوع إجراء أي تداخل أو فحص تداخلي من المس الشرجي للإبرة العضلية للتنظير دون شرح الإجراء ببساطة للمريض ودون أعطائه فكرة عن الاختلاطات المحتملة اللي ممكن تحدث عنده بهالإجراء. هلأ الخطأ الطبي لحتى نحدده أو نفصله بده يكون في عندي رأي من لجنة طبية، تمام؟ يعني نحن مثل إذا قدرنا نوضح الفكرة إنه الاختلاطات الطبية بحد ذاتها ممكن تكون مقبولة في حال إجراء من فريق متخصص بكفاءة عالية وشرحها للطبيب لكن للمريض عفوا، لكن ممكن في غياب واحدة من هالثلاث شروط تتحول لخطأ طبي. يعني أي إجراء لازم يكون له في ضوابط موصوفة بالتكست بوك. تمام. طيب دكتور، شو دور القانون المدني بهالحالتين اللي هو بين الخطأ الطبي والاختلاط الطبي؟ هلا الحقيقة نحن من خلال وجودنا باللجان الفرعية واللجان النقابية اللي بتشكلها نقابة الأطباء بالتعاون مع الدوائر القانونية المختصة عم يكون 90% من الدعاوى أو من الطلبات التدخل القضائي أو النقابة هي لشيء بنسميه هو شيء ثالث الحقيقة خارج موضوع الخطأ الطبي وخارج موضوع خلينا نسميه الاختلاط الطبي اللي هو عدم رضا المريض بين قوسين عادة بتكون مريضة لإجراء بين قوسين عادة هو تجميلي 100%. فهذا الموضوع هو أكثر موضوع القضايا اللي بترفع لنقابة الأطباء للمكتب الفرعي الموجود بنقابة، طبعا نقابة دمشق عم بحكي عنها لكن أكيد كل النقابات. هلأ هون صار موضوع ثالث، عدم قناعة المريض بالنتيجة اللي هو متخيلها اللي متخيلها ما بيشكل لا خطأ طبي ولا اختلاط أكيد. طبي لكن ممكن يشكل مدخل لا إجراء عمله الطبيب لحتى نفوت نحن لخطأ طبي تاني غير موضوع النتيجة، أنه أنت منقبل أنه هذا الشيء ما عجبتها النتيجة بين قوسين تبع شد البطن بس أنت ليش عملت له شد بطن؟ هل هو كان مستطب؟ وهذا الشيء هو من تاريخ الطب من قسم أبوقراط، تعرفوا قسم الكلية قسمناه كلها أنه ما أعطي دواء إلا باستطباب، ما أجري إجراء جراحي إلا باستطبابه. فنحن كمان الإجراء الطبي، يعني لما نقول نحن استئصال غده درقيه واحد من اختلاطاته المقبوله هو اصابه العصب الحنجري الراجع، بس وقت انا ارجع لملف سابق للمريض ولاقي انه المريضه ما كان في عندها استطباب باجماع طبيب غدد وجراح للجراحه بحد ذاتها، انا ما لحاسب الطبيب لانه صار عنده اصابه عصب حنجري راجع، انا لحاسب الطبيب لانه اجرى عمل جراحي غير مستطب. غير مستطب. وكذلك الموضوع بالنواحي التجميليه، لذلك معظم اطباء التجميل حتى بمراكزنا بنشدد على رغبه المريضه ونوثقها، بده يكون كل شيء دوكيومنتد انه انا عفوا انه انا نصحتك انه انفك ما بدك شيء وفضحت لك انه عمليه تجميل الانف ممكن تاثر على التنفس، ممكن تاثر على غضروف الانف على جناح الانف وانت قبلتي، هذا الشيء بيشكل حمايه للطبيب. هلا هون بتتقاطع الحقيقه الميديكال ايتكس او الاخلاق الطبيه مع عدم رضا المريضه بالنتائج الطبيه، فدور القانون عم يكون للاسف 90% من الدعاوى اللي بترفع لنا هي دعاوى عدم قناعه المريضه، وهذا الشيء هو ثقافه طبيه نابعه للاسف عن انه معظم النتائج اللي بتكون موجودة بفكر المريضة بالباك جراوند تاع المريضة هي عن مواقع أو صفحات على السوشيال ميديا عم تتلاعب بالفوتوشوب لحتى تظهر نتائج هي بالأصل لا يمكن الوصول إليها.
كل عمليات التجميل قاطبة رح تترك سكار، رح تطلق ندبة، وهي ندبة مدى الحياة. هلا وجود صور متلاعب فيها على الفوتوشوب عم يشكل قناعة عند المريضة انه هي نعمل لها شيء غير اللي مفروض ينعمل، وبالتالي هي ممكن تقاضي او تحاسب مريضة. الإجراءات الثانية المترتبة 10% الثانية من الدعاوى هي بتكون بالفعل ضمن الاختلاطات الطبية، ومعظم اللجان عم تكون لجان ثلاثية، وعادة عم نضطر لتطور للجان خماسية لحتى تفرق ما بين انه هل بالفعل هو في ميديكال ايرور او خطا طبي، ولا في عندي ميديكال كومبليكيشن اللي هو الشيء المقبول واللي هو بيحمي الطبيب في حال هو اخذ الانفورمد كونسنت او الموافقه المسبقه للمريض قبل ما يعمل له العمل الجراحي. الحقيقه حمايه الطبيب او حتى يخلص من نحن كانوا من زمان يحكوا انه الطبيب يقولوا له حكيم. ليش؟ لانه بده يحاكم الامور. نحن اي اجراء طبي شو ما كان تجميلي او جراحي بده يكون في عندي نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه. الطبيب او الحكيم هو اللي بيحاكم انه انا يا ترى رح اقدم لهالمريض خدمه طبيه ونقاط ايجابيه اكثر بكثير من النقاط السلبيه او لا. مثل الادويه، انه انا يا ترى اذا وصفت هالكورتيزون والمريض عانى بعدين من هشاشه عظميه، من نزف هضمي، من تقرحات، بس يا ترى انا رح فيده من افه مرضيه ثانيه مشكله عليه عبء او معاناه طبيه، بيلعب دور حكمه الطبيب بتحديد الاستطباب. طيب دكتورة، لأنا في حال مريض صار معه اختلاط أو حتى صار معه خطأ طبي، هون أنا كيف لازم أتصرف؟ أو حتى الطبيب اللي صار معه هالحالتين كيف لازم يتصرف؟ الحقيقة بدها حكمة أيضا. نرجع لموضوع حكيم. هلأ الطبيب المفروض الارتكاس الأول تبعه يكون إيجابي عند الأهل وعند المرافقين تبع المرضى بشكل أساسي. عادة المريض بيكون ضعيف، يعني بيكون مريض، بس الارتكاس الأول اللي نحن نشوفه في حال حدوث اختلاط أو خطأ طبي لا سمح الله هو ارتكاس انفعالي ومبرر نتفهمه نحن كأطباء. الخطوة الأولى هي استيعاب الأهل، استيعاب مرافقين المريض لحتى نقدر نشرح لهم أنه هذا الشيء موصوف وممكن يحدث بأكبر مركز بالعالم إذا كنا نحن عم نحكي عن اختلاطات. إذا الخطوة الأولى الإيجابية هي التدبير ضمن المشفى. الهدف الأساسي من كل الحالة هو نحن هدفنا المريض بالنهاية، لكن العلاج الحالي الاجتماعي هو بالتوازي مع علاج الاختلاط الطبي الحادث. إذا الارتكاس الأول هو تهدئة الوضع مع المرافقين مع الأهل، الشرح بأسلوب علمي مقنع وطلب رأي طبيب أو خبرة طبية تانية لحتى تقنع الأهل أنه الشيء اللي صار مع مريضكم هو شيء محتمل طبيعي، يمكن تدبيره ويمكن علاجه. الشيء الثاني هو رسم خطة علاجية لاحقة والاستعانة بخبرات طبية لتأمين نسبة شفاء عالية وعدم الوقوع بشيء اللي مسمينه احنا اختلاط بجر اختلاط. تعرفوا عضوية الجسم هي عضوية وكينونة كاملة، مجرد ما يصير نفرض قصور تنفسي عند المريض رح تتأثر عنده وظيفة القلب، رح يصير احتباس بالسي او 2، رح تتأثر الكلية. إذا نحن بس يصير عندنا اختلاط بدنا نعرف ندبر هالاختلاط لنتفادى اختلاطات لاحقة بالجسم. الطبيب لازم يكون في عنده وضوح وشفافية بالتعاطي مع الحالة. شعور الأهل بمصداقية الطبيب بخفف كتير أثر هالوقعة سواء كانت خطأ طبي أو اختلاط طبي عند المريض، ويمكن إسقاط هذا الشيء أيضا عند الحدوث نتائج غير متوقعة عند السيدات اللي نعملهم عمليات التجميل. تمام. طب دكتور، نحن كيف فينا نخفف او نتفادى حدوث هالحالات ان كان الاختلاط او الخطا الطبي؟ هلا كبدايه نحن مثل ما حكينا صار في عندنا جايد لاينز بالطب، يعني صار في عندنا مراكز متخصصه باجراءات محدده، وتطورت الاختصاصات الطبيه والهدف منها هو التحديد ما امكن من حدوث الاختلاطات الطبيه. بتعرفوا بلاد برا صار في شيء اسمه تخصصات، يعني نحن كانت الجراحه العامه او الجنرال سيرجري حاليا ما عادت موجوده. صار في عندنا شيء اسمه الهيباتوبيلياري سيرجري، صار في عندي شيء اسمه الكولوريكتر سيرجري، فصار في عندنا تخصصات. جراح عام لكن بيعمل فقط جراحه كولون، جراح عام لكن بيعمل فقط جراحه كبد وطرق صفراويه، جراح عظميه لكن فقط مختص بجراحه اليد اللي هي اختصاص بحد ذاته. هذا الشيء كل ما زادت خبره الطبيب باجراء محدد كل ما كان احتمال حدوث الاختلاط اقل والخبره اقل. برجع باكد انه انا وجود طبيب اختصاصي هو مو بس حمايه للطبيب، هو حيخفف معاناه على المرضى. على سبيل المثال انا بقبل نسبه اصابه عصب راجع 1% باصطصال الغده الدرقيه، بس هذا الشيء لما يجري طبيب مختص عنده ليرنينج كيرف، عنده منحنى تعلم، مأجري اكثر من 100 عمليه، مساعد باكثر من 100 عمليه. هذا الجراح اللي بقبل عنده نسبه اختلاط 2%، بس ما بقبل مثلا جراح من اختصاص ثاني متقاطع مع العنق يجي يعمل عمليه غده درقيه بعدين يقول لي انا صار معي اصابه عصب راجع. اوكي هو اختلاط مقبول بس مو منك، مقبول من طبيب بمركز بتخصص عنده دراية عنده خبرة. إذا تطبيق الاختصاصات الطبية ومراقبتها، وهي مسؤولية وزارة الصحة ونقابة أطباء وضمير أطباء بشكل أساسي. واحد، اثنين،
عدم التردد بطلب أثناء التداخل الجراحي، عدم التردد بطلب استشارة أو رأي طبيب ثاني أو مساندة ثانية لحتى نتفادى الاختلاط وما يتطور لاختلاط آخر في حال حدوث لا سمح الله نزف أسنان عمليات جراحية. ثلاثة، أنه نحن الإجراءات المتقاطعة وخاصة التجميلية رغم بساطتها اللي هي إجراءات الحقنات، نحن تعرضنا كثير لحالات راجعتنا بالنقابة أنه ما في أبسط من حقن البوتوكس والفيلر، لكن في عندي نسبة اللي هي 0.3 حساسية. هلا اللي عم يحقن هو صالون تجميل ما له دارس طب، فلما عم تقول له المريضه انه انا زاغ بصري وتعرقت وتسرع نبضي هو ما بيعرف انه هي اعراض تحسس مبكر، لذلك استمر بالحقن هو وفتنا من هاي الاشكاليه. بس دكتور عفوا بالمقطع حديثك، بس هون كان في خطا على المريضه اللي هي رايحه على مكان غير مختص، اكيد فهون شو بيكون اكيد فهون شو بيكون الخطا على مين؟ هلا الحقيقه هو مين خطأ على كل شيء، الخطا على كل شيء، الخطا على السوشيال ميديا، الخطأ على البلوجرز اللي روجوا، هي بدها حلقة كاملة لحالها، هذا شيء ثاني، هذا موضوع ثاني. هي ما بتعرف، هي كتبت صبايا بدي اعمل حقن فيلر وين، قاموا كلهم قالوا الصالون 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 الصالون، شافت البلوجر فلانية عم تعمل عنده، طبعا هي ما املت تسلمه شيء بس هي تمثيلية كانت، فهي راحت لهنيك. هو ثقافة مجتمع، هلا المشكله انه اوكي راحت لعنده، بس اللي عم يحقن يا اما هو طبيب مو شغلته يا اما ما عنده خبرة، تمام؟ فوقت المريض او وقت المريضه عم تحاكي اللي عم يحقن لها، عم تقول له انا حاسه انه نفسي ده، حاسه انه نبضي تسرع، هو عم يقول لها لا طبيعي، هو لانه ما بيعرف انه هي اعراض حساسيه. طب معناتها دكتور خليني لسه اروح للسؤال، انه باي مجال من المجالات الطبيه هو اكثر يعني ممكن اكثر شيء ينصاب بالاختلاطات او بالخطا الطبي؟ فانا كانه فهمت منك اول واحد هو التجميل. هلا بمجتمعنا هو اكثر شيء الحقيقه، لانه كثير صاير يعني كثير موضوع فيه اريحيه، يعني اي حدا عم يعمل اي اجراء كثير في محاولات من النقابه والرقابه بالسيطره، حتى المراكز الطبيه احيانا عم تكون مركز طبي لكن بدون اشراف طبي، عم يكون مركز طبي باشراف اداره محدده او معينه. طبعا هذا الشيء كثير زاد المراجعين عم نشوفه، كل ما زادت الاجراءات الطبيه وتطورت الاجهزه كل ما عم نشوف اختلاطات اكثر، كل ما توسع مجال الطب، التداخلات الشعاعية، التداخلات الإجرائية والتشخيصية كل ما زادت. هلأ بالمجمل نحن أكثر الاختلاطات اللي بنشوفها هي اختلاطات جراحية بالجراحات بكل أنواع، لكن كان في اختلاطات نحن غير واردة، يعني نحن اليوم عم تتطور الجراحات بشكل أنه ما عاد لحقنا نحقق دراسات إحصائية كافية على عدد سنوات لحتى نقول هذا الشيء عم يصير هو اختلاط ولا هو سايد إفكت ولا هو تأثير جانبي ولا هو خطأ طبي. بس بالمجمل أكثر المجالات اللي هي جراحة وأكثر المجالات اللي عم شوفها هي جراحة تجميلية. ليش؟ لأنه عادة المريض أو المريضة عم يكونوا شخص صحيح، هي ما لها وريدة ورم، ما لها مريضة عجز، ما لها مريضة ديسك، ما لها مريضة لا سمح الله إصابة عمود فقري أو كسر، هي شخص صحيح جداً تطمح للأفضل وصار عندها مشكلة للأسوأ. لذلك هدول أكثر شيء بيكونوا بين قوسين بأطول قلب الحياه. صح صحيح. طب دكتور شو هي أكثر الاختلاطات خطورة؟ أكثر الاختلاطات خطورة هي الاختلاطات التي لا يتم تدبيرها بالوقت المناسب بالخبرة المناسبة. اختلاط بسيط جدا جدا ممكن جدا. الحساسية مثلا. أكيد مثل ما ذكرت لك حقن بوتوكس وصارت وكلياتكم بتعرفوا القصص. عم تقول له انا 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 وجعني راسي، زاغ بصري، حاسه نبضي متسرع، خلص اوكي رح نخلص طولي بالك انت خايفه، وانتهت بوفاه الحياه. اذا الاختلاط الخطير هو الاختلاط اللي بيكون الطبيب اللي عم يعمله ما عنده درايه. النزف وان كان بسيط عند جراح ذو خبره قليله ممكن يتطور لشيء خطير. صحيح. اذا الاختلاط الخطير ما فينا نصنفه انه دير بالك من اختلاط البنكرياس، دير بالك ممكن يكون اختلاط قلع السن خطير. صحيح. في حال عدم معرفه او درايه الطبيب بي بي بسبب كثير بسيط بيكون. انا شخصيا يعني سؤال بسيط بنساله للاهل احيانا انه طفل صغير جاي يعمل عمليه فتق عمره اشهر، سؤال بسيط انه انت وقت عملت له ختان او طهور نزف؟ إذا قال لي نزف لازم أبحث عن عوز عمل تخسر. يعني أحياناً قلع سن عند مريض بس لأنه طبيب الأسنان ما سأله إذا بياخد وارفرين أو لا. الوارفرين هو مميع معاكسته كتير صعبة، غير الكليكسان غير الهيبرين، هذا مميع ممكن يسبب للمريض نزف ويحتاج نقل دم لحتى نعوضه. صحيح صحيح. على بساطته نزف بعد قلع سن لكن هو خطير لأنه الطبيب ما عنده دراية فيه أو ما عنده دراية بتدبيره. لذلك نحن الحجر الأساس بتجنب الاختلاطات الطبية وتخفيف عبء على النقابة وعلى القضاء وعلى الطبيب وعلى الأهل هو راجعوا الطبيب المختص اللي عنده خبرة، اللي بيعرف شو عم يعملكم لحتى ما توقعوا يعني بالطبع. بدي أكد أنا أنه الاختلاطات نسبتها كتير قليلة، هي 2-3% بس وقت اللي بتحدث موجودة. عند مريض ما له واعي
عن طبيب ما له عرفان هي خطرة جدا. صحيح. شكرا كثير لك دكتور، شكرا كثير للموضوع اللي قدمت لنا اياه اليوم، كثير كان مهم انه نحكي فيه. شكرا لكم، ونتمنى الصحة والعافية والشفاء والتوعية الصحية للجميع. اهلا وسهلا فيك.